صورة افتقدتها قاعة الوصول في مطار رفيق الحرير الدولي، وإن ليست بالمكتظة إلا أنها تعتبر مقبولة لأعداد الوافدين الذين حرمتهم كورونا وظروف البلد من القدوم قبل هذا الوقت. والله أنا دائما أشجعكم وأشجع السياح، ابدا ما عندنا غير لبنان. احنا شو ما كان الوضع نحن لازم نساعد البلد، لازم نجي. هيدا لبنان مثل طائر الفينيك رح يرجع يقوم شو ما يصير. كل اجواء لبنان حلوه، ناسها، بجوها، كل شيء بيها حلو. ارقام الوافدين تؤشر الى موسم سياحي افضل من سابقه، خصوصا مع الطلبات المقدمه الى اداره المطار بتسيير رحلات اضافيه. تقريبا نسبة الركاب القادمين عم تكون تتراوح من بين 25-30% من نفس الفترة بالعام 2019، يعني تقريبا معدل القادمين باليوم الواحد عم يكون حوالي 5000 مسافر، 5000 راكب قادمين، واللي هي بتعتبر نسبة جيدة جدا إذا بناخذ بعين الاعتبار اليوم أكيد مؤشر كورونا. معظم مطارات العالم عم تكون يا مسكرة يا فاتحة جزئيا. هذا المشهد سمح به الانخفاض الملحوظ بأعداد الإصابات بكورونا في لبنان، إضافة إلى إصرار أصحاب المؤسسات السياحية على إنعاش مؤسساتهم بعد وباء وانفجار وانهيار اقتصادي فتك بالمئات منها. دائما الواحد لازم يكون في عنده أمل ببلده، أنه ما يفقد الأمل أبدا، وبتمنى أنه يتحسن الوضع، يعني ما في إلنا غنى عن هون. في عجلة مطاعم هذه تبين من العالم الجايين برا، من برا يعني. الإنسان اللي قاعد هون ما كتير في يصرف على هيك الأمور، فعم يتكلوا على برا. ومع كل هذا المجهود الخاص للقطاع السياحي يبقى ناقصا من دون حكومة تحرك العجلة الاقتصادية وتعمل على حماية العملة الوطنية لاستمرارية هذا القطاع. هي الصورة الجميلة التي يجهد اللبنانيون للحفاظ عليها وسط غياب تام لإجراءات الدولة اللبنانية التي بسياساتها وتخبطاتها دفعت بعدد كبير من المؤسسات السياحية إلى الإقفال بدل حمايتها. نهد يوسف، العربية، بيروت.